أشكال العلاقات السامة. مرات ممكن نلاحظها من خلال علامات الإيذاء الجسدي، لكن في بعض الأحيان يكون صعب تمييز العلاقة السامة اللي بتدمر احترام الشخص لذاته وبتستنزف طاقته. خليني هلا أحكي لكم عن أشكال السلوك السام الأكثر انتشارا. السخرية والإهانة. في هذا النمط بيقوم واحد من الأطراف بالتقليل من شأن الآخر بشكل مستمر، يعني اللي بيقوله الطرف الثاني واللي بيعبر عنه من كل هاي الأفكار هي بس أمور سخيفة. الشريك السام مش رح يوقف عن السخرية منكم أو إحراجكم قدام الناس، وبالرغم من استياءكم وبتطلبوا منه إنه يوقف عن إهانتكم، إلا إنه بيضل يكمل بنفس السلوك بحجة إنه بمزح. وكمان ممكن يتهمكم إنه أنتوا بتحبوش المزح وما عندكم حس الدعابة، هذا غير إنه بيحب يفرض سيطرته عليكم ويكون هو صاحب القرارات. وإذا بيضل طول الوقت هيك راح تحسوا إنه ما في ثقة وإنكم عاجزين عن أخذ أي قرار من غير ما ترجعوا. سرعة الغضب والانفعال. هناك سلوك كلاسيكي بيعتمده هذا الشريك السام، هو عبارة عن السيطرة عن طريق التخويف. الأغلب بيكون هذا الشخص السام مزاج متقلب ما بتعرف تتنبأ فيه، فبيخلي الطرف الثاني في علاقته معه وكأنه بيمشي فوق قشر البيض، بتكون مش عارف شو ممكن يخليه يعصب. هذا الأمر اللي بيخليك دايما منتبه وما عندك القدرة على معرفة شو اللي راح يخليه مولع ومعصب، راح تأثر على صحتكم العاطفية والجسدية، مع العلم انه نادر جدا هذا الشريك يطلع هالجانب العصبي للعالم الخارجي، والاغلب بيشوفوه انسان راقي ولطيف وسهل جدا يعجب الناس فيه. الشعور بالذنب. في هذا النوع من العلاقات بيجي هالشخص ويتحكم في قرارات الطرف الثاني من خلال انه يخليه يشعر بالذنب والتقصير، فهذا التحريض على الشعور بالذنب مصمم عشان يتحكم في سلوككم حتى ياخد اللي بده اياه منكم. المبالغة في ردود افعاله. لما توجه اللوم له ببالغ الشريك السام في ردود افعاله وبيغرق في الغضب والحزن، فبيلاقي الطرف الثاني حاله بيهديه بدل ما يناقش المشكلة الاساسية، والأسوأ انه بيشعر بالغضب من نفسه كمان انه كان اناني لدرجة انه ازعج شريكه.